حبيب قلبي اخدتكم معايا عشان نجيب المشتريات، وقلت لكم هنزلها لكم في فيديو لوحدها زي ما انتم شايفين كده، ولسه في حاجات تانية، فان شاء الله هنشوفها مع بعض دلوقتي حاجة حاجة. اللي مش حابب فيديو المشتريات احنا بنقولها علشان بتبقى معانا الريسيت، فبنعرفكم الاماكن والاسعار والاماكن اللي فيها عروض. مش حابينه قولولي هعمله لكم بشكل مختلف بشكل تاني، مفيش اي مشكلة عندي، انا متقبلة الموضوع ده. يلا بينا نشوف جبنا ايه. اول حاجه جبتها من كازيون، البيت ده اسمه صابح، العلبه فيها 10 ب 18 جنيه، ما جربتوش قبل كده، انا كنت متعوده على واحد نوع تاني اسمه الوسام، ما لقيتوش، ما لقيتش غير ده، فجبت علبتين بس، قلت اجربه لو عجبني ابقى اجيب علبتين كمان منه. العلبه ب 18 جنيه، فلو حد جابه من كازيون قبل كده يقول لي اخباره ايه. كمان ده اول مره اجيبه، دي لابانيتا، بس دي كانت من الفرجاني، عامله 11 جنيه ونص او 11 جنيه 95 قرش. ده حليب كامل الدسم، اللي هو صلاحيته كبيرة، يعني مش اللي هو 3 ايام وخلاص شكرا. فجبت منه 2، الواحد عامل 11 جنيه 95 قرش. تمام، عندي زبادي فما جبتش كتير، جبت علبتين بس لبانيتا، الواحدة ب2 جنيه وربع. جبنة ابو الولد دي انا بجيبها مش للاكل، انا مبحبش الجبنة النستون عموما يعني، بس بحب احطها جدا في البشاميل، طعمها حلو جدا 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 فيه بجد يعني. ودي عاملة 6 جنيه من كازيون، والزبادي كان من كازيون. علبة الجبنة دي عاملة 10 جنيه، جبنتي في كازيون، ودي انا مجرباها ومدمناها يعني. بصوا منتجات البيض واللبن والكلام ده كله، ده ممكن اجيب قشطة تاني يعني، ممكن هبص كمان شوية بص الاقي نفسي هجيب تاني، لان الحاجات دي ما بتقعدش. جبت نص زبدة فيرن، انا عندي زبدة بلدي، فجبت نص فيرن عامل 19 جنيه من كازيون. ودي جبنة رومي، دول كانوا حبة صغيرين، اخر طبق اخر طبق لقيته عنده، قلت اجيبها نتعشى بيها مؤقتا بس النهارده. الطبق ده ب 11 جنيه الا ربع. وجبت كيسين ملح، الواحد بجنيه بدل جنيه ونص. تمام، كمان جبت بقسماط مطحون، انتم متعودين ان انا بجيب السايب وبخلط عليه، يا اما فيجيتار يا بخلط عليه توابل من عندي، ما لقيتش خالص. وطبعا يعني عشان ما نلفش كتير وركنات العربيه وكده، وانا اساسا كنت ماشيه بتسنده على على العجله في السوبر ماركت، فما كانش في مجال نلف كتير يعني. فجبت ده ب 11 جنيه تقريبا او ب 10 كام ثواني كده، هو من الفرجاني ب 8 جنيه 59 قرش. تمام، وجبت معاه كمان فيجيتار، جبت 4 حار احطهم على كيس البقسماط ده الـ4. عايزه اقول لكم بيعملوا كميه وبيقعدوا معايا فتره طويله، لان انا برضو مش من هواة اللهم صل على سيدنا محمد، الحاجه اللي هي زي حاجات كنتاكي البانيه والكلام ده كله، الحاجات اللي داخلها بقسماط يعني. دي ب2 جنيه الواحد. وطبعا طبعا جبت من كازيون اول ما لقيتها، لاني ما لقيتهاش في الفرجاني، شوربه كريمه الفراخ، ودي كانت عامله تقريبا 10 جنيه، على ما اتذكر عامله 10 جنيه، حلوه جدا جدا جدا، ان شاء الله هعملها لكم الاسبوع ده. كمان جبت من فاين فود كنور، مرقه الدجاج اللي بالفراخ، انا عندي واحده فجبت واحده تانية، مش بستعملها لحاجات معينه، ما بحبش احطها في الاكل كتير برضو. جبت التونه اللي هي سانشاين، دي ما جربتهاش قبل كده، في حد نصحني بيها، انا اوريدي عندي علبتين فجبت دي معاهم، ودي كانت عامله 12 جنيه 25 قرش، 12 جنيه وربع من الفرجاني، من كازيون سوري، من الفرجاني طبعا، لان منتجات جاردينيو مش بلاقيها غير عند الفرجاني، المستردة والكاتشب والصلصة وزيت الزيتون، وعنده كمان خل بس انا ما لقيتش خل. الكاتشب ب 12 جنيه، المستردة شرحه، علبة الصلصة دي ب 6 جنيه، وزيت الزيتون الصغننه خالص دي انا ما لقيتش الكبيره، الصغيره دي عامله 19 جنيه وانا مجربه منتجات جاردينيو، فلو حد حابب يجربها عن تجربه. الصويا صوص خلصان من عندي، لفيت عليه لما شبعت مش لاقيه غير الكبير، وقلت مش مشكله اجيب العبوه الكبيره، بس لقيته الغامق مش لاقيه الفاتح خالص، فلقيت في كازيون حاجه اسمها سيو، اللي هي دي عامله زي ازازه الميه، مش فاهمه ايه ده يعني. المهم هي الغطا بتاعها وقع لسه بقفلتها اهي، ودي عامله 23 جنيه ونص، فلو حد جرب دي يقول لي، لان انا مش عارفه ايه مصدرها بصراحه. خلاص الخل ده انا جبته جربته بس مش بحطه على الاكل، انا جايباه صابون المواعين. تمام، جبت 2، ده من عند اللي هو بتاع التموين والكلام ده كله، ده اسمه النجمه الفضي، طعمه مش قد كده في الاكل بس حلو جدا في المواعين يعني، بيخلي الحاجه تلمع جدا. كمان جبت ده
اعتقد من منين، من منين والله ما فاكره، يا كازيون يا هتلاقوه بتاع ده، يا اما الفرجاني، لان انا جبت منهم النهارده حاجه، اللي كنت رايح اساسا كارفور عشان اجيب كريز وما لقيتش. خلاص ده بديل الليمون، ودي كانت عامله 9 جنيه الا ربع. وان كازيون جبت فانيليا، انا عندي اوريدي، وجبت بيكنج باودر، ما لقيتش اللي هو كيك شيف عشان انا هعمل معاكم جاتو شاتو ان شاء الله الاسبوع، اول الاسبوع اللي جاي، فقلت اجيب حاجته بالمره. بصوا بقى، انا كنت بجيب 40 شاي العروسه، الواحد دلوقتي بقى ب 19 جنيه ونص في كازيون، تمام. كنت بجيب ربع، كنت بجيب ربعين قصدي، اللي هو من ده كانوا بيقعدوا معايا الشهر كله، ما تفهموش ايه اللي حصل، ما بقوش بيقضوا اصلا يعني. فلما بقيت اجيب اللي هو العادي ده، لقيت ان هو قشطه شغال معايا طول الشهر، فجبت ربع من ده ب 19 جنيه، وجبت دول الواحد ب 3 جنيه ب 3 جنيه 40 قرش. خلاص معلش انا بتكلم بسرعه بس مش عايزه الفيديو طول. وجبت دول من الفرجاني، دول فلفل اسمر مفروم ب 10 جنيه. بالنسبه للمكرونه، فانا الشهر ده ما جبتش من لا الفرجاني ولا اللهم صل على سيدنا محمد ولا كازيون. قلت الشهر اللي فات قلت لكم ان انا في سوبر ماركت قريب جنبي بتاع حد جيراننا يعني، المكرونات بتاعته بصراحه جربتها الشهر اللي فات واللي قبله، ممتازه ممتازه ممتازه. فقبل ما امشي كنت قايله له على الحاجه اللي انا عايزاها، ورجعت بصراحه الله يبارك له لقيته مجهزها لي، فهوريها لكم حالا. بصوا بقى، احنا هوت مكرونه اكتر من الرز، وده عيب خلي بالكم، دي مش ميزه ولا حاجه كويسه، تمام. الرز بالنسبه لي افضل من المكرونه 100 مره، بس بما ان احمد بيحب المكرونه اكتر فانا قشطه شغاله معاه في اي حاجه. بصوا دي المكرونه، بس للاسف هو الكيس اللي كان عاطيها لي فيه اتقطع، فده كيلو اللي هي الفرن دي، والمكرونه بتاعته حلوه جدا 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 فوق ما تتخيلوا يعني. ده كيلو فرن، وانا هطلعه حالا طبعا من الشنطه السودا دي، مستحيل هسيبه فيها. وده كيلو اللي هي القواقع، اي نوع مكرونه عنده ب7 جنيه، حلوه وما بتشربش ميه كتير يعني عجينتها حلوه. اي نوع مكرونه عنده الكيلو ب7 جنيه. كمان جبت كيلو من الرفيعه دي خالص، احنا بقى بنموت في دي، ده برضو ب7 جنيه الكيلو. جبت نص كيلو من اللي زيها بس اكبر شويه، الخواتم بس اكبر منها شويه، ده نص كيلو. ومن الرفيعه خالص اللي جبتها الشهر اللي فات وعجبتني جدا، دي رفيعه جدا جدا، جبت نص كيلو، ده كان ب3 جنيه ونص. خلاص جبت منه مكرونات تانية، مش مكرونات يعني، دي علشان ما طبعا ده ما فيش منها سايب، فجبت واحده بس لان انا اوريدي عندي واحده، مش متذكره بصراحه كانت كام. وجبت عدس الميزان من عنده، بجيبه على طول، حلو جدا جدا على فكره العدس ده. انا لما بجوع بعمل طبق صغنن كده بيقضي معايا الدنيا يعني، وفي نفس الوقت الى حد ما شغال يعني، ما ممكن مش من النوع اللي بيقعد في المعده، لا بيتهضم بسرعه. وجبت لسان عصفور الملكه، بعمل معامله العدس صراحه يعني. رز الضحى طبعا غلي، انا مش عارفه ايه اللي حصل يعني، دلوقتي مش عارفه ب 14 جنيه تقريبا او حاجه زي كده، فمش عارفه ايه اللي حصل يعني، بس بصراحه يا هو يا المطبخ، ما لقيتش مطبخ فجبت الضحى. فخلاص كده فاضل اللي هو الكوكس، تنور مش كوكس سوري، ده عامل 4 جنيه، دي الكبيره. مش فاضل كده غير حاجه المنظفات، وهوريها لكم حالا. وانا عندي داوني وعندي برسيل، فما جبتش، وعندي صابون سايل اللي هو اطباق يعني، عندي بريل، فجبت حاجات اللي تزقني تكمل لي الشهر اللي جاي، والشهر اللي بعده اجيب حاجات تقضيني شهرين زي ما انا بعمل. خلاص فيلا بينا نشوف بقيه الحاجات. بصوا انا طول عمري شغاله برسيل، يا اما برسيل جل يا اما بعمل برسيل جل في البيت، تمام. اول مره اجرب الاريال في حياتي، حتى في بيتنا في بيت اهلي ما كناش بنستعمل اريال نهائي، كان البرسيل او اوبسي حاجه من الاثنين. ده كيلو المفروض ب 23 جنيه، انا اوريدي عندي، فما لقيتش اللي انا بجيبه، النوع البرسيل اللي انا بجيبه او الاوكسي الكيلو اللي انا بجيبه ده، بس هي انا عندي كميه فهيكمل لي الشهر، فلقيته حلو يعني كيلو عامل 23 جنيه، فجبت ده يكمل معايا الدنيا شويه. كمان من كازيون جبت اللي هو فريش اير، ده انا بجيبه للتويليت، خلي بالكم هو تقريبا عامل 12 جنيه او 14 جنيه حاجه كده، بس ريحته مش قويه قوي، عايز مثلا يتحط في مكان مقفول على طول زي التواليت يعني، يترش وتقفلي الحمام كده كده مقفول على طول، فالريحه بتفضل فيه، انما كريسبشن او حاجه لا، ريحته ما انصحش حد انه يجيبه لو انتوا هتجيبوه لحاجه زي كده يعني. كمان جبت الكلوركس الالوان، دي بقت عامله 16 جنيه، كنت جايباها الشهر اللي فات ب 14، دي عامله 16 جنيه. خلاص والبريل طبعا مش متذكرها هو سعره كام، انا عندي
وعندي اوكسي، فجبت دي بس عشان ما اجيش في نص الشهر اضطر ان انا انزل اجيب تاني. ثواني اشوف لكم سعره. طيب انا مش شايفه، شايفين الكتابه عامله ازاي؟ يعني انا اساسا نظري ضعيف فمش عارفه اجيبها لكم بالظبط. يعني المهم هو تقريبا كان عامل 12 جنيه حاجه كده. يعني عايزه اقول لكم انه اول حاجه في الريسيت وانا مش شايفاه ب 12 جنيه 25 قرش. خلاص كمان جبت ده، طبعا حفظته، ده حلو جدا 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 للتواليت والبوتاجاز، فظيع بجد فظيع. هو بخمسة في واحد، الواحدة بتلاتة جنيه ونص، وعلى فكرة مش بيتعمل كده، لا انت بتحطي عليه مية كمان لانه تقيل قوي ما شاء الله. خلاص وجبت ده، جبته الشهر اللي فات، كنت اول مرة اجربه بصراحة، ممتاز جدا جدا للالوان والابيض. هو في معيار جوه بصراحة ممتاز جدا جدا، وقعد معايا الشهر كله، حلو جدا فوق ما تتخيلوا يعني. وده كان عامل 8 جنيه. مناديل الحمام ليه كتير؟ مش كتير، اقول لكم ليه. دي مش مضغوطه، يعني شايفين مش مضغوطه، الواحده منها ب 3 جنيه ونص، 4 جنيه الا ربع حاجه زي كده. الاثنين اولا رخيصه، سعرها حلو معقول يعني بالنسبه لاي حد. جبت منها 3، مع اني ممكن اجيب واحده مضغوطه. اللي عجبني فيها والله انها ناعمه جدا، ناعمه جدا جدا جدا. يعني في مناديل تحس انها عامله زي ورق الجرايد كده، خشنه ومضغوطه وكبيره ورخيصه برضو، بس حلوه جدا. فانا جبت منها 3، الرول اللي فيه 2، الواحده ب 3 جنيه ونص. خلاص وجبت طبعا فاين ب 12، بكام بقت؟ ب 13 جنيه من بعد 11 جنيه ونص. للمطبخ ما شاء الله دي كبيره ومضغوطه فبتقضيني الشهر، دول 2 رول. خلاص ده دي كانت المشتريات بتاع الشهر، مش فاضل غير اللحوم، فتعالوا اوريها لكم. بصوا انا جبت نص لحمه مفروم عامل 40 جنيه، ونص كبده عامله كام، اللهم صل على سيدنا محمد، دي كبده شرايح تقريبا كانت عامله 45 جنيه. خلاص الفراخ انا عندي اللحمه اوريدي، عندي تقريبا 2 كيلو لحمه من اللي فاضلين من لحمه العيد، فمش هجيب الشهر ده لحمه. جبت فراخ ما شاء الله، يعني الله اكبر، جبت 5 فراخ كبار. للاسف انا مش لاقيه فراخ صغيره، انا بحب الفراخ الصغيره بتبقى مسكره، ما لقيتش. ف خلاص ده كده الحاجات اللي انا جبتها، ودي بقى ايه الحاجات. الحاجه دي هتترتب امتى وازاي حقيقي مش عارفه. فالاول هقعد كده اخد نفسي واعمل كوبايه شاي. انا صورت لكم الفيديو ده منفصل لانه لو كان هينزل مع الفيديو بتاع الروتين اليومي كان هياخد وقت طويل جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. فاخد كوبايه شاي بس، احنا كده كده اوريدي اتغدينا بره، وهقعد بقى مع نفسي واحده واحده، يعني دولاب دولاب هيتعمل، وبين كل دولاب ودولاب كوبايه شاي. فكل سنه وانتم طيبين، وكل شهر وانتم طيب، واشوفكم على خير فيديوهات تانية. سلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بالف خير. تعبنا وكان لازم ناخد ثمرة تعبنا، فكنت قايله لكم احنا نظفنا المطبخ مع بعض حته حته، فقلت لكم في الاخر وعد هعمل جوله في المطبخ سريعا وتشوفوا الترتيبات كلها حتى الحاجات اللي ما عملتهاش معاكم. فيلا بينا كده ناخد جوله سريعه وبسرعه علشان بس الفيديو ما يطولش. عموما ده كده المدخل بتاع المطبخ، تمام، دي المشايه الصغيره، وهنا كده الكبيره، واللي عند البوتاجاز صغيره مكان ما بقف. الثلاجه عملناها ورتبناها مع بعض حته حته، واتغسلت واتنضفت وزي ما هي، هيبقى لها كام يوم محترمه يعني. والتربو نفس الكلام، مش هفتحه بقى، الحاجات اللي محتاجه تتفتح زي الثلاجه والتربو هسيب لكم اللينكات بتاعتها لوحدها في الديسكريبشن بوكس. شرحه كان الغساله، ما رضيتش اعملها معاكم لانه كنت عاملاها قبل كده وسايبه لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. كل حاجه اتعملت لوحدها هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. خلاص هنيجي هنا كده بقى، ده الدولاب اللي احنا عملناه بتاع ركن المشروبات، وورا هنا كده هتلاقوا المقشات بتاعتي والجاروف. خلاص ده ركن المشروبات اللي عملناه مع بعض اهو. تحته على طول في الدرج ده، سوري، في كل حاجة خاصة بالحلويات، كل ما هو خاص بالحلويات موجود هنا، حتى الحاجة بتاع مضرب البيض والقطاعات بتاع البيتزا والحلويات كلها موجودة هنا. الدرج اللي تحته او اللي تحته على طول ده بتاع المنظفات، وبرضو عملناه مع بعض اهو. هنيجي هنا كده، دي انا مش بستعملها الا نادرا، يعني كل شويه بتتغسل علشان بس التراب وكده وتتعلق يعني.
الفوطه دي بحطها هنا علشان احيانا بحتاج اصفي عليها، المطبقيه صغيره مش كبيره، وكده كده المطبقيه دي انا هغيرها، عندي واحده اللي هي الصغننه اللي بتتحط على الحوض البلاستيك دي. بس انا ماليش في موضوع تركيب المطبقيات وتركيب الحاجات على بعضها وكده، فان شاء الله يعني دي هتاخد لها كام يوم، ممكن اديها لاي حد واحط التانية مكانها. خلاص هي زي ما انتم شايفينها كده، مع انها حلوه والله ومتينه وممتازه يعني. المهم وطلعنا الحاجات دي مع بعض، لانه اللي كنت بعلقها هنا بحط فيها الاسبونشه اتكسرت. الحنفيه الدش عشان ناس سالتني كتير عليها، الحنفيه دي ممتازه، مش عارفه في ناس بتشتكي منها ليه، مع انها جميله جدا جدا، تحركيها مكان ما انت عايزه. بس وانت بتشتريها هاتي يكون حد عنده ضمير شويه، عشان ما يديكيش السوسته دي ضعيفه فتتكسر على طول. تمام. ودي بتاعت الفلتر، قلت لكم الفلتر عملناه مع بعض حته حته برده. خلاص. ودي بتاعت المعلقه، انا معلقاها كده، انا ما بحبش حاجه تبقى محطوطه على الرخامه. وادي الرخامه اهي زي ما انتم شايفينها فاضيه. البوتاجاز سواء ده او ده ما عملتهمش معاكم، لانه زي ما قلت لكم انا ايدي فيهم على طول، فمش محتاجه انه انا اقعد بقى اسبونشه ومش عارف ايه. لا، انا بعد كل اكله لا لازم يتلمع. واهم حاجه في تلميع البوتاجازات الخل، والله صدقوني ممتاز ممتاز ممتاز، حتى الحيط اللي فوقيه بتلمع اهي، لمعناها كلها. خلاص. هنا كده دي كرتونه الفلتر حاطه فيها الصواني، والصواني اتغسلت كويس جدا، هما دول اللي انا بستعملهم، اتغسلت زي الفل. حتى اللي هنا دول الارضيات دي كلها اتغسلت، مش مسيح عادي، لا غسيل غسيل يعني. خلاص. هنيجي بقى لهنا، بصوا دي الباسكت اعزكم الله يعني، معلش بس انا عايزه اوريكم حاجه فيها. بصوا شايفين اللي عليها ده، شايفين ده، ده استرتش ورق استرتش اهو من اللي هو ده. ليه بقى؟ انا حطاها جنب البوتاجاز، ف الدهون بتدهدلها، فبحتاج ان انا تقريبا كل يومين اغسلها واسيبها تجفف واركن كيس الزباله في حته تانية وريحه وجع قلب. لا خالص، انا بقيت بغلفها بالاسترتش يومين ثلاثه، لما لقيت بهدل اشيله وانا المعها واحط غيره. في حاجه مهمه جدا، كيس الزباله لما تحطيه، قبل ما تحطيه يعني حطيه قبل كيس الزباله في القعر بتاع الباسكت، فضي ورقه فانيليا وبعدين حطي كيس الزباله، وحطي الزباله بتاعتك عادي. ايا كان ريحه الزباله اللي موجوده عندك، مستحيل هتطلع ريحه غير ريحه الفانيليا اللي تحت الكيس. ودي حاجه انا مجرباها بقالي فتره طويله جدا. خلاص. هنا دي فيها كل الرولات، الفويل وبتاع الزباله وبتاع الثلاجه وورق الزبده والاستريتش والستيكرز وبتاع الثلاجه. ودي اللمامه مش بستعملها كتير قوي يعني. ودي بتاعت الحوض. الكرسي ده انا حطاه هنا لانه احيانا رجلي بتتعبني فبشده واقعد عليه. ودي فوطه مطلعاها كده كنت بهويها يعني، كانت لسه مغسوله. خلاص. نيجي بقى للجزء الكبير ده، زي ما انتم شايفين الرخامه انا مطلعه عليها نوعين مجات، والتالت الازاز العادي، دول اللي احنا بنستعملهم في حياتنا اليوميه يعني، انما ده احنا عاملينه زي ما اتفقنا للضيوف او لو حد جاي بتاع. زي ما انتم شايفين دي انا جبتها في المشتريات القبل الاخيره وعلقتها وحطيت فيها الحاجات اللي انا ايدي بتحتاج لها على طول. الطباخ الزغنطوط بتاعي، ودي بتاعت المناديل برضه عمليه، مش عارفه في ناس، هي مش هتبقى عمليه مع ناس اللي هي بتجيب الرول الكبير قوي بتاع المناديل، مش هينفع معاها خالص، هي عايزه الرولات الصغيره. تمام. البوتاجاز ده من ماجيك نوفال الصغير ده، وده من زانوسي، بصراحه الاثنين احسن من بعض بجد، حاجه ممتازه سواء ده او ده. فلو عروسه عايزه تشتري عندك زانوسي والمروحه بتاعته فيه ما شاء الله مروحتين، وعندك الماجيك النوفال ده ممتاز برضو. خلاص. نيجي فوق هنا، دول برضو عملناهم مع بعض. ده التوابل انا حطاها تبقى جنبي قريبه من البوتاجاز، وفوق كل الحاجات الخاصه بالبراد والكنكه ومش عارف ايه واللبنات والكلام ده حطاه فوق. تمام. ليه مش حاطه التوابل؟ انا كنت حطاها هنا الاول فوق البوتاجاز وكانت واخداها وكل حاجه، بس بصراحه انا يعني كل حاجه محطوطه بره الدهون بتبهدلها، زيها زي اي فوطه مطبخ بتمسحي بيها بالظبط، فمحتاجه ان انت كل شويه تقعدي توضبي وتشيلي الحاجه وتفضيها وتمسحي، فالحاجه تبقى جوه المطبخ احسن، وما دام عندي مساحه خلاص الموضوع منتهي. هنا كده برضو عملنا دول مع بعض. دي درفة الخزين زي ما انتم شايفينها ما شاء الله بتلمع ازاي، حتى
حتى الخشب الالوميتال نفسه اتلمع، عشان الناس اللي قالت لي ان انا المطبخ بتاعي الموتيل، واحلى حاجه فيه الحاجات دي بصراحه، يعني حتى لو خبطتيه كده ما تلاقيش صوت خالص ولا يتجرح. ودي دورت الزيوت والصوصات، وفوق هنا طقم المناميل بتاعي زي ما قلت لكم، دي الحاجات بتاعه التصوير. ودول من طقم عندي في النيش، وده باقي طقم المناميل. ورا كمان في باقي الاطباق بتاعته. الناس اللي طالبه مني جوله في النيش، بصوا ما وعدتكوش، بس هحاول يعني على يعني اعمل لكم اي حاجه فيه، تمام؟ لانه انتوا عارفين زي يعني اخري مطبخ الحمام تسريحه، مش اكتر من كده، بس هشوف موضوع النيجه. المهم هنا كل القطعات اهي، وراها هتلاقوا بتاعه الورق العنب اللي ملهاش اي 30 لازمه، كانت جايه لي هديه بصراحه، انا ما اشتريتهاش، بس ملهاش اي 30 لازمه. يعني هنا البلانشات، وفي واحده ثالثه كمان على المطبقيه، تمام؟ دي الصواني اللي احنا بنستعملها، اللي احنا بنستعملها في الشاي والقهوه والكلام ده كله. ده بتاع الضيوف في حته تانية. خلاص هنيجي لتحت هنا كده، دي برضو المعالق بتاعتنا اللي احنا بنستعملها بتاعه الضيوف، ليهم حاجات تانية. انا عندي بوكس كده خاص بكل حاجه بالضيوف، طقم كده بصوانيه بكل حاجه، ده موجود في اوضه النيش. ودي السكاكين اللي انا بستعملها، مش مطلع غير دول. عايزه اقول لكم الناس اللي بتجيب الطقم اللي هو المخرطه والمبشره او المقشره والسكاكين اللي هو ده، مش عملي بالمره. ليه بقى؟ دي سيليكون، السيليكون بتاعها مهما اتغسل بيجي عليه وتحس انه بيلزق، مش دهون، لا هو النوعيه بتاعته كده، فما انصحش حد يجيب بيه. لو عايزه تجيبي سكاكين كويسه هاتي اللي هي المعدن بتاعها منها فيها دي، بجد ممتازه جدا. خلاص بتاعه التوم دي وهميه للناس اللي ما بتحبش تدق التوم في الهون زي حالاتي، دي ممتازه. اما بالنسبه لدي الاكليريك دي، لا مش حلوه بالمره خالص وضعيفه جدا. ممكن المعدن منها تكون كويسه، مش عارفه، بس انا ما جربتهاش. دي بتاعه الليمون، ودي اللي هي بتاعه ديكور الخضار البرايه، وهي مقشره في نفس الوقت. واللي ورا دي بتاعه السمك. خلاص هنا كده انا نقلت الخلاط بتاعي، كان هنا بس انا كنت محتاجه الضرفه اللي تحت دي للبلاستيكات اكتر، فاهو ده الخلاط. الناس اللي عايزه تجيب حاجه من براون بلاش الخلاط ده، لانه مش حلو كمطور، حلو جدا كخلاط شفشق يعني، حلو جدا. الكبه بتاعته من اقل حاجه بتبوظ مهما صلحت فيها، اللحمه ما بتتفرمش فيها لانها ضعيفه. وطبعا بصوا هو في معاها حاجه حلوه، دي يمكن دي الحسنه بتاعته، دي عايزه اقول لكم، دي ودي ودي ودي، كل دول العصاره بتاعته اهي. عايزه اقول لكم انا زي ما بقول لكم كده، دي الحسنه بتاعته، يعني دي الحسنه بتاعت الخلاط. يعني بصوا الشفشق بتاعه، انا عندي واحد تاني جوه اهو لسه جايباه جديد. سوري، ورا هنا هتلاقوا الكاتل الصغنطوط ده، انا كنت جايباه لشغلي بصراحه، بس هو مش عملي لان ما بيفصلش، يعني لازم تبقي مركزه معاه عشان تفصلي الفيشه بتاعته، فمرمي هنا. واللي ورا ده الكاتل العادي، انا مبقتش بستعمله لان قريت كتير قوي ان الميه بتاعه الكاتل والكلام ده كله ده بتبقى ميه مش صحيه، فاي حاجه هتضرني لا هوقفها. مفيش احلى من اللي انا عندي البرادين بايركس وواحد ستلس شغاله فيهم قشطه. يعني ده مضرب البيض من بلاك اند وايت، برده ماركه حلوه جدا، وده مضرب النسكافيه. هنا كده هتقوم الحلل زي ما قلت لكم الاول، بس هنا تحت كده كل البلاستيكات زي ما انتم شايفين، هنا المصافي كلها، وهنا ووراها العلب مخليه ورا اللي ايدي ما بتستعملوش كتير، وهنا كل الاطباق البلاستيك. ده الطقم بتاع الاستانلس، انا مطلعه منه اربع حلل، ومطلعه من التيفال ثلاثه، مطلعه من النوفال اللي هو من بره صاج ومن جوه مطلي تيفال، مطلعه منه ثلاث حلل موف بس اهم، وطقم الالومنيا مش مطلعه منه غير دي. خلاص انما دي كنت جايباها بخمسة جنيه من اخر العنقود، جايباها عشان هسيح شمعه هعمل حاجه كده يعني. اخر ضرفة عندي اهي، حاطه فيها طقم التوزيع، كنت حاطاه على ستاند وكل حاجه، بس برضو مش كل الحاجات اللي فيه بستعملها فبيتبهدل بسرعه، فركنته هنا. وهنا المعالق الخشب اللي ما بستعملهاش كتير او اللي ما بقتش بستعملها، ودي الخشب عايزه اقول لكم اللي هي بتاعت العجين، مش متذكره اسمها حاليا يعني، نشابه. هاتوا الخشب الرفيعه عمليه عن الخشب التخينه، وعمليه عن الاستلس، وعمليه عن حاجات كتيره جدا. دي بتاعت البيض، ودي قطعت البطاطس، ودي قطعت التفاح، واللي تحت قطعت بطاطس برده، ودي بتاعت عيدان الستيك، ودي
الولاعة دي عايزة اقول لكم من ساعة جوازي وما استعملتهاش ولا مرة، مشعل الذاتي عندي شغال. ان شاء الله اعمل لكم ريفيو كامل عن البوتاجاز ده وانتظروه، لانه الناس كتيرة طالبة مني. اخر رف هنا محطوط هنا كده كل الطاسات التيفال اللي انا بستعملها، وفي واحدة استانلس دي مخلياها للتحمير بس مطلعاها علشان كنت احمر بانيه، حمرت يعني. ودول طاجنين صغيرين كده، انا عندي احمد ما بيحبش الاكل في الطواجن قوي فمش جايبه غير ده. وهنا كل الصواني بتاع الحلويات او الصواني اللي بنعمل فيها الاكل عادي. خلاص، حاجه كمان مهمه، بلاش الاستيكر على الرخامه. يعني انا كنت عامله بنفس اللون ده جزء كله. خلاص، بصوا الرخامه عملت ازاي، اتجرحت عقبال ما عرفت اشيله، وحش جدا. وكنت شايله لابسه شوار برضو وكل حاجه، وحش وحش وحش. خلاص، حاولوا على قد ما تقدروا تجيبوا حاجه زي كده تستحمل معاكم الروله منها بتعمل بتقضي رخامه زي كده مثلا 3 مرات، يعني حتى لو لاخرها برضو بتقضيها 3 مرات، بس عشان الفرن بيبقى سخن فما ينفعش احط تحتها. خلاص، فانا لما جيت شلت قلت ما عنديش مشكله، انا مش محتاجه الحته دي، خليها علشان الفرن. وبصراحه هو اداني منظر على السيراميك ورا مش اكتر يعني، فبلاش موضوع الاستيكر ده. تمام، حاجه كمان، الناس اللي بتحب الستيكر وتلزقه على البوتاجاز ما انصحكوش. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم على الف خير. سلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنرتب الظرفه اللي هي فيها الحاجات اللي انا بستعملها الاستعمال اليومي، والصوصات، دورت الصوصات والحاجات اللي انا بستعملها، المكرونه والعدس والكلام ده كله. ده في حاجات فاضيه وفي حاجات عايزه تتملي، وفي حاجات بقالها فتره هتترمي ويتحط حاجات نظيفه غيرها. فكل البرطمانات اللي قدامكم دي بلا استثناء هتتفضى في اطباق، والاطباق هتتغلف بورق استريتش زي ما عملنا في موضوع التوابل بالظبط. الفيديوهات مش مكرره ولا حاجه، بس الفكره في ان احنا كل يوم بنعمل حاجه في المطبخ مع بعض، ولو ظرفه تيجي على اخر الاسبوع تبص تلاقي مطبخك كله بيبرق. ان شاء الله في اخر التنظيفات دي هيبقى في جوله في المطبخ كامل. الدواره دي اللي انتم شايفينها اللي انا حاطه فيها دي، هي ما بتلفش، هي زي بتاعه المشروبات بالظبط. ثانيه واحده هوريها لكم. فاكرين دي اللي هي بتاعه التوابل، بتلف اهي، بتلف وانا مغلفاها بستيكر. تمام، دي اللي هي موجود عليها دي اختها بالظبط، بس دي اوسع شويه وليها حرف، ليها حرف كده يعني مش زي التانية مسطحة، لا دي ليها حرف شوية، لان دي معمولة للازاز اللي زي كده علشان ما تقعش. تمام، ليه فصلتها عن القطعة اللي بتلف؟ لانه المطبخ عندي للأسف ارتفاعه ضيق، فيبصوا يعني بين الازازة والسقف بتاعه حاجة بسيطة جدا، فعشان كده ما استعملتش الدورة بتاعتها وشلتها، استعملتها في حاجة تانية هبقى اوريها لكم بعدين. خلاص، الاول هنزل كل الحاجات دي، هلمعها وهغسل دي لان دي كلها ازايز، ازاز اللي فيها كل الحاجات دي، وكل ده هيتفضى، وهرجع اقول لكم الحاجه بتاعته بعد ما نتغسل هنرتبه تاني. هو نفس الترتيب انا مرتاحه فيه، يعني مفيش جديد يعني، بس كل القصه ان احنا هنلمعه وننضفه ونعقمه وبعدين نرجع نملاه من اول وجديد. فتعالوا بينا نفضي كل ده. حبايب قلبي، خلاص فضينا كله، وطبعا كله زي ما انتم شايفين متغلف بستريتش، عشان في واحده بس قالت لي في الفيديو بتاع التوابل اهدرتي كميه استريتش كتير، غلفتي وشلتي. لا، اهدر استريتش وما اهدرش صحتي، يعني دي الكبيره ب 25 جنيه ولسه شغاله معايا. يعني اصل يعني انا مثلا بغسل الحاجه دي واسيبها تتجفف وتنشف، والميه بتاعتها تتصفى مثلا من الصبح للعصر او من الصبح للمغرب، انت تضمني ايه ممكن يجي على الاكل بتاعك او على الحاجه بتاعتك؟ يعني ده انت لو عندك طفل وعملتي اللي انا بعمله ده، مش هتلاقي كل ده اساسا على المطبخ، هتلاقيه كله في الارض. فدي حاجه حلوه جدا بتحافظي بيها استرتش، ايه المشكله يعني؟ مش فاهمه. رول الاسترتش الكبير ب 25 جنيه تخسريه احسن ما تخسري صحتك، الله اعلم. حتى لو انتي منظفه المطبخ مليون في الميه، ممكن ده لو دبانه عدت عليه خلاص الدنيا على كده. خلاص، المهم يعني خلصت كله وغلفته، لان انا دلوقتي الصبح فهغسل الحاجات اللي انا فضيتها دي كلها، ولما ارجع من الشغل هاجففها واعبيها، فعشان ابقى ضامنه ان مفيش اي حاجه هتدخل. خلاص، ايه وباقي الحاجات اهي، الزيوت دي الازايز دي هتتلمع بس، هي مفيهاش اي حاجه. وبتاعت الزيت اللي هي اوريها لكم ثانيه واحده دي كده، انا غسلتها
وده اللي بيركب فيها اللي هي دي كانت اساسا ازازه عندي بتاعت ميه، بس مشكلتها ان هي ازاز تقيل قوي، فبالنسبه لي استعملتها في الزيت اسهل لي خلاص. الحوض مغسول كويس جدا جدا بخله ميه سخنه، والحاجات دي كلها هتتغسل وهتتشطف بميه سخنه، وطبعا زي ما اتفقنا عشان صابون المواعين مضر، كل الصابون بتاعي اللي بستعمله بيحطوط عليه ليمون ومحطوط عليه خل. خلاص هغسل ده كله ده وارجع لكم وانا بشطف. حبايب قلبي خلاص زي ما انتم شايفين اهم كلهم اتغسلوا، الكبار بالصغيرين بكله، هيتشطفوا بقى ميه تكون سخنه جامده علشان تعقمهم، وهقلبهم هنا على الفوطه دي نظيفه علشان تتصفى، وبتاعت الزيت خلاص المغسوله هناك اهي، فهصفيهم كده وارجع لكم على طول. حبايب قلبي خلاص زي ما انتم شايفين اهم شكلهم يفتح النفس، يعني نضفوا وحلوين. برضو بالمناسبه للناس اللي قالت لي بتنضفي عشان العيد، احنا لسه تقريبا في اول 8 يعني، او نص 8 ربع 8 لسه، فين والعيد فين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ما بؤمنش نهائيا بحاجه اسمها تنظيف العيد. بتنضفي ايه؟ هتنضفي على طول، سواء بقى تنظيف على الماشي، تنظيف عميق، ما فيش حاجه اسمها العيد. انت لو ايدك في بيتك اصلا اول باول، مش هتبقي مستنيه العيد وتتزنقي بقى وكل يوم تنفيض وقلب البيت لا خالص، على العكس تماما. يعني انت لو كل يوم، لو انت مثلا شايفه المطبخ الاسبوع ده لا مش عاجبك، يعني احنا مثلا طول الشهر اهو لا، بس انا شايفه في اول الشهر كده ان المطبخ مش عاجبني، كل يوم اعملي دولاب في المطبخ، درفة في المطبخ، اعملي مره البوتاجاز، مره الحوض والمطبقيه، مره الغساله، مره التلاجه، مره التربو، هتلاقي الاسبوع لف ومطبخك بقى زي الفل، ويفضل معاكي كده طول الشهر عادي جدا. وهكذا، مره تعملي التسريحه، مره تعملي الدولاب، مره تلمعي السرير وتلبسيه، ممكن اوضه النوم دي كلها تعمل لوحدها، وهكذا. رتبي حالك زي ما بقول لك كده. والنيش نفس الكلام، شايفه ان النيش تقيل عليكي قسميه على اجزاء، لو هتعملي كل يوم رف واحد مفيش مشكلة خالص، طول ما انت بتصعبيها على نفسك وتقولي يا ده انا عندي ولسه لا خالص، بالعكس. انا المطبخ ابتديت فيه من اول شهر 8 تقريبا، ولو اني حاسة ان اليومين دول رجلي تعباني شوية، بس لا شغالة وتمام. عملت التلاجة والغسالة والتربو ودولاب المشروبات ودولاب المنظفات والمطبخ من جوه ودولاب الخزين، كل الحاجات دي يعني دولاب الخزين بيتعمل النهارده، كل حته في المطبخ معموله، هتنزل لكم على اجزائه في الاخر، اعمل لكم المطبخ جوله كامله سريعه فيه. فما تكسليش، الموضوع سهل جدا جدا، ما تركنيش نفسك للعيد، وما فيش، ما تخليش كده تحط في دماغك حاجه اسمها تنظيف العيد، ايدك في شقتك على طول هتريحي نفسك على طول. خلاص هسيبهم بقى يتجففوا، انا دلوقتي هدخل علشان اغير هدومي، اخد دش سريع كده من اوضه المطبخ والبس وهنزل شغلي، وهرجع على الساعه 3. قبل ما اعمل الاكل هكون مجففاهم ومفضيه الحاجه فيهم، اللي كان عايز يتكمل يتكمل، واللي كان فاضي هملاه. والمطبخ زي ما انتم شايفين كده انا لمعته وفرشت المفرش سواء من بره او من جوه، اتلمع يعني. انا شفته النهارده قبل ما انزل الصبح اهو للشغل، عملت الدرفه دي، ممكن وانا قاعده بالليل بتسلى اعمل دي، ما عنديش مشكله خالص. ناس هتقولوا برود، وناس هتقولوا شغلها بطيء، لا مش بطيء، انا بعمل حاجه اللي مريحاني. انا واحده بشتغل حاجتين وعندي تمرين تقريبا الصبح وبالليل، فيعتبر ما عنديش وقت، انا كده مسستمه نفسي زي الفل يعني. دي هاجي يا دوب اجفف الحاجه واملى الحاجه دي فيها وارصها، خلصت بالنسبه لي تمام. فلما ارجع بقى هرجع لكم من بعد ما ارصوا مع بعض. حبايب قلبي خلاص اهو زي ما انتم شايفين اتلمعوا تلميعه زي الفل، وتجففوا حتى بعد ما تصفوا لازم تجففوهم بمنديل كده او بفوطه مطبخ تكون نظيفه علشان ما يبقاش فيه اي ميه خالص. تمام، تعالوا بينا نشوف ايه الحاجات اللي انا حطيتها وايه اللي ناقص عندي. عموما كده بصوا، دي كرتونتين بتوع العلب دي، خلاص انا حطيتهم تحت كده بحيث لما احطهم في درفة الدولاب يبقوا اعلى شوية من دول، واللي فوق دول اصلا كبيرة عندي، يعني العلبة دي بصوا يعني عالية شوية عندي وحجبها كعرض اكبر شوية. فالعلب دي بتاع دول انا لقيتها متينة، فقلت احطها بس تعليها لي علشان يبقى بالنسبة لي شايفة ايه اللي ورا وايه اللي قدام. تمام، فبحطهم بالتدريج ده، ببقى شايفه كله. ده رز بسمتي، ده رز هندي مش رز بسمتي عادي، ده الكيلو منه تقريبا عامل حاجه 30 جنيه دلوقتي، بس حلو جدا 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 في البرياني ملوش حل. تمام، ده الرز المصري مليته على الاخر اهو، الشعريه نفس الكلام، ودول ثلاث انواع مكرونات
اخر اللي عندي، لان انا محتاجه ان انا اجيب تاني على اول الشهر، دي المكرونه الرفيعه، ودي رفيعه جدا جدا واخده كيرف كده شويه، ودي اللي هي القواقع. عايزه اقول لكم برطمان ده كبير، يعني البرطمان ده بيعمل لي مرتين، يعني ده بيعمل لي مرتين اتنين، ممكن اعمل منه طبختين، والباقي شرحه ما عدا الرز. الرز البرطمان ده واخد 3 كوبايات، 3 كوبايات رز، وانا كل مره بعمل كوبايه واحده، عشان كده الحاجه دي بتقعد معايا، فلما بتخلص بملاها من الحاجات اللي وريتها لكم محطوطه في فيديو التربو. خلاص ده الشوفان، علبه الشوفان بتنالي دي بالظبط اهي. خلاص، وده العدس الاصفر، الكيس بيملى ده بالظبط. هنا الدقيق والبقسماط المطحون ده ناقص عندي، فمحتاجه ان انا اجيبه. والفريك البلدي كمان ده ناقص عندي، يعني ممكن اجيب ربع كيلو كمان او نص كيلو. النشا خلاص. وهنا دي ده اللي هو العدس ابو جبه او العدس البني اللي احنا بنقول عليه، ودوره الفشار، وبرده الاثنين دول قربوا يخلصوا فهجيبهم. فانا كده عرفت ايه اللي ناقصني، عايزه اجيب عدس بجبه، وعايزه اجيب دوره فشار، وعايزه اجيب فريك وبقسماط مطحون. خلاص، دي الحاجات دي. بالنسبه للازايز بتاع التتبيلات والحاجات دي، اتلمعت كويس جدا جدا. الازازه بتاعت الزيت دي اتغسلت زي الفل، بقت زي الفل. هي بتاخد ازازه صغيره، يعني هي كبيره مش صغيره، يعني بملى بيها ازازه صغيره. انا لسه ما جبتش التموين، فازازه الزيت اللي عندي صغيره مليتها هنا، وكان عندي واحده فاضل فيها حبه مركونه في الدرف فوق، ودي ازازه خل عندي جاردينيو لسه فيه ربعها تقريبا. تمام، ده دبس الرمان، وده زيت الزيتون. تمام، ده صويا صوص، وده خل التفاح. خلاص، في كمان اللي ناقص عندي من الحاجات اللي ناقصه اللي هو ريحه الليمون، ودي لازم لازم تبقى موجوده في البيت، بس اعملها في التنظيف وفي الخلطات وفي كل حاجه. وزيت الزيتون كمان خلاص قرب يخلص من عندي، فانا كده عرفت انا محتاجه اجيب ايه. بصوا بقى هنا كده، دي ازازه خل وربع ازازه الزيت، حطهم هنا وحطيت دي. هرص كل ده وارجع لكم، بس قبل ما ارجع لكم عايزه اوريكم حاجه. زي ما قلت لكم، في حاجات بتبقى موجوده في العلب بقالها شويه ما بستعملهاش، شويه رز موجودين في العلبه ما استعملتش رز بقالي شويه، فممكن ريحتهم تكون بتغير، مع ان الازاز بيحافظ على الريحه جدا. تمام، شويه لسان عصفور، وانا ما بستعملش لسان عصفور كتير. فبصوا بقى عندي ايه، على فكره هما مش كتير، هما قليلين. دول حبه لسان عصفور وحبه رز كده، كانوا في اخر البرطمان فحسيت انهم مكسرين، فده رزق الطير زي ما بيقولوا كده بالظبط. انا شلتهم وحطيتهم على بعض عندي في البلكونه، هبقى اوريكم انا عامله ايه. حاطه بولتين صغيرين كده، واحده فيها اكل للاكل للعصافير، والتانيه فيها مكان للميه. يعني دول بحطهم في البلكونه على الارضيه او في مكان على سور البلكونه، واحاول بثبتهم باي حاجه. عايزه اقول لكم، بحط دول من بالليل، الله اكبر، بصحى الصبح ما بلاقيهمش. يعني فدينا بناخد ثواب، وادي رزق الطير بتطلعوه من قلب الحاجه بتاعتكم. يعني انتوا لو هتاخدوا حبه رز صغيرين كده تحطوهم في طبق في البلكونه، هتاخدوا ثواب والله العظيم. يعني كل حاجه وبتنادي رزقها بيناديها زي ما بيقولوا. خلاص، الناس اللي قالت التنظيم بياخد وقت، وان انا افضي الحاجه وبعدين ارجع اعبيها من اول وجديد بتاخد وقت، لا، انا الحاجات اللي انا عبيت فيها الكلام ده كله ده غسلتها وهي بتتصفي زي الفل، اتغسلت وزي بتتصفى. انا بس ما حطيتهاش في المطبقيه لان عندي المطبقيه مليانه، يعني لسه عايزه افضيها فحطيتها هنا تتصفى. عقبال ما ارص دول هيكونوا دول نشفوا واحطهم هم كمان. وبالمره كمان رحت ملمعه دي، الدرفه دي ما فيهاش اي حاجه، كل الاطباق اللي فيها نظيفه، انا لمعتها. ده طقم الملامين بتاعي وشويه بولات كده صغيره بتاع التصوير. خلاص، لمعتها كويس جدا ونظفتها برضو اهي. بالمره دي خلصت، يبقى انا كان عندي الاثنين دول خلصوا تماما. هرص دول وارجع لكم على طول. حبايبي خلاص خلصنا، شايفين شكلها يفتح النص، شايفين برطمانات بتلمع ازاي. وفوق حطيت باقي الاطباق اللي كنت مفضيه فيها. عايزه اقول لكم، الاربع اطباق دول مش بتوع الطقم ده، الطقم ده 6 و6 و6 بولات صغيرين وستة كبار، وست اطباق من دي، وطبقين كبار او 3 من دول، والكبيره دي، وبولتين كمان كبار فوق هم، ومعلقه وشوكه كبار، وفي ورا طبقين كمان اهم. ده الطقم بتاع الميلامين. انما الاربع اطباق دول كده، دول بتوع طقم تاني، حاطاه 3/4 في النيش، مش مطلعه غير دول بس، طقم كامل بفناجيله بالبولات بتاعته بكل حاجه. ودول بتوع التصوير مطلعهم من الطقم الصيني، 4 صغيرين كده، وده طبق عادي جدا. ودول شايفين البرطمان شكلهم يفتح النفس ازاي.
عايزه اقول لكم الحاجات دي، المفارش دي حلوه جدا، انا جايبه منها اتنين نفس الشكل، اسفل فلاش فصل، حلوه جدا جدا جدا، ما بتلزقش مهما اي حاجه وقعت عليها، سهل جدا ان انت تشيليها وتنظفيها. انا شلت وغيرت طبعا، عندي منه رول كبير، فمظبط الدنيا كده. الفيديو خلص، اشوفكم على خير في باقي الفيديوهات. سلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ كل سنه وانتم طيبين. اسفه جدا ان هي متاخره، والله كان غصب عني. تعرفين ان انا مقضيه العيد في البلد عند اهلي واهل زوجي، فمعلش سامحوني بقى على التاخير، ورجعت والله كنت تعبانه شويه، فيا دوب كده فقت، فاللي هو البيت فاضي خلاص، فقلت هنزل اشتري الحاجات بتاعت الشهر. فيلا بينا نبتدي الفيديو على طول علشان الفيديو ما يطولش، المنظفات والورقيات ومنتجات العنايه، عشان فيديو طويل هينزل لكم فيديو لوحده ان شاء الله. يلا بينا. سوف هبتدي معاكم بالاجبان والحاجات دي، بس عشان ادخلها التلاجة. انا ماليش في البسطرمة، زوجي اللي بيحبها عموما يعني، فما بجيبش كتير. دول 161 جرام، عاملين 19 جنيه و10 قروش، يعني 19 جنيه خلاص. بصوا دي جبنة موتزاريلا، بس هي ايه، قطعة يعني، هي اللي اسمها ثواني ايطاليانو، ايطاليانو مصر، دي جبنه موتزاريلا، بس هما منزلينها كده قطع، انت تاخديها وتبشريها. الكيس يعني بيبيعوا الكيس على نصين، اللي هو ما ينفعش تاخدي ربع، هو الكيس بيتاخد على نص ونص، لان هو الكيس من جوه مقسوم قطعتين اتنين، حته وحتتين اتنين يعني، وانت تاخديها تبشريها. فالمهم وزن القطعه دي عامله 484 جرام ب21 جنيه 29 قرش. طبعا انا عقبال ما فضيت الحاجه وعقمتها كانت الدنيا ساحت، فدخلها الثلاجه على طول. معلش الكاميرا فصلت فرجعت من اول وجديد. المهم جبت كماره اللي هي الكيكه بتاعه الفراوله، تعرفين انا بجيبها عشان لولو، بس يعني مش بتاخد منها كتير، علشان انا عارفه ان في كذا حد قال لي بلاش منها كتير. والله مش كتير يعني، مش يوم، مش بشكل يومي او حاجه، بس عادي ممكن في اليوم واحده، ممكن يوم او يوم لا على حسب يعني، بس هي ما شاء الله الواحده كبيره، فهي واحده بس. فجبت اتنين، العلبة فيها 10 قطع، العلبة الواحدة، العلبة قصدي سوري، فيها 6 قطع، العلبة عاملة 10 جنيه ونص، فجبت منها علبتين خلاص. كمان جبت عرض لبن نسلة، ال 12 قطعة عاملين 19 جنيه ونص. انا بس بقول لكم على الجبن والحاجات دي عشان اشيلها ادخلها التلاجة. جبت علبة لبن لبنيتا كامل الدسم، دي عاملة كان عليها عرض بالفرجاني، عاملة 10 جنيه ونص، وكانت اخر واحده، فجبت واحده معاها جهينه. طبعا دول مش بيكفوني الشهر اكيد. جهينه عامله 13 جنيه ونص، وبرده كان عليها عرض في الفرجاني. جبت كمان جبنه جبنتي اللي هي الخضراء العاديه خالص، بحاول اقلل من الجبن دي على قد ما اقدر، لاني يعني سمعت من كذا حد ان اي جبنه نباتي الدهن بتبقى يعني مش حلوه، يعني الضرر بتاعها اكتر من فايدتها، بس تمام يعني بنحبها هنعمل ايه. المهم دي كانت عامله 8 جنيه. وجبت كمان عبور لاند، دي اللي هي الاسطنبولي، دي تقريبا كانت عامله 6 جنيه خلاص. كمان جبت التوليدو، انا انتوا عارفين ان انا بجيب الذره الحلوه، بجيبها من ماركه اسمها شيف تقريبا، او شاهي العبوه، نص دي 150 جرام كمان، مش 200 جرام، وكانت عامله 15 جنيه. دورت عليها ما لقيتهاش، بس بصراحه الماركه بتاعتها حلوه جدا، ما لقيتش غير يعني توليدو، في كذا حد في الفرع شكر لي فيها، فقلت خلاص مش مشكله. العبوه دي عامله 13 جنيه، دي 400 جرام، طبعا بصفي الميه بتاعه الحفظ اللي جواها، واقول لكم في الفيديو الروتين اللي جاي ان شاء الله ازاي بحفظها مده طويله معايا خلاص. كمان جبت العرض ده بتاع مربى التين، العبوه دي مش متذكره سعرها، بس تقريبا كانت عامله 24 جنيه حاجه كده يعني، دي اللي هي الكبيره دي، مربى التين. دلوقتي عندي بقوا بياكلوا كلهم مربى التين، يعني مربى الفراوله اللي جبتها الشهر اللي فات ما اتاكلتش قوي، الكيلو بتاعه التين جبت واحده تانية، فجبت دي لها العبوه الكبيره، حتى لسه مطلعها من الثلاجه اهي متشمعه. توليدو، ولو اني ما بحبش توليدو، في بديل الليمون، بديل الليمون يا جماعه ما بيتشربش، يعني ما ينفعش تعمليه عصير ليمون، لا يعني ممكن تحطيه على السلطه حاجه خفيفه كمان مش كتيره، لان هتلاقوا طعمه لاذع كده شويه، بس هو الافضل، الافضل انا بجيبه عشان التتبيلات، وعشان بزود منه كمان الصابون بتاع المواعين، بيوفر لك اللبون الطبيعي الفريش. العبوه دي عامله 9 جنيه ونص، دي من توليدو. كمان كاتشب دوره، ده اللي هو الحار تقريبا، دي العبوه الكبيره اللي هي ال 500 تقريبا، دي كانت عامله تقريبا، كانت عامله 15 جنيه لانه عليها عرض، وهي كمان فيها زياده 1.5% خلاص. جبت زيت الزيتون بتاع توليدو، تقريبا كل الماركه النهارده هتلاقوا توليدو،
ده زيت زيتون بكر. بصوا افضل نوع زيت زيتون زيت زيتون بكر. وافضل حاجه كمان ان انت تجيبي النوع الازازه بتاعته تكون غامقه، بس للاسف ما لقيتش كل اللي موجود ازاز كبيره، وانا ما بحبش اجيب الازازه الكبيره، هي الازازه الصغيره دي بتكفيني حلوه قوي بالنسبه لي. بلاش تجيبوا زيت زيتون يكون خليط، ما بيبقاش حلو، البكر بيكون افضل حاجه. العبوه دي عامله 6 27 جنيه، دي اللي هي توليدو. كنت عايزه اجيب المستردة بتاعه جاردينيو، للاسف ما لقيتهاش، فشكروني جدا في مستردة كده جديده اسمها ادمي، هي شكل علبه كيوت وحلو كده، بس ما اعرفش يعني جربتهاش قبل كده، فاللي حابب اللي جربها قبل كده يقول لي في الكومنتات. هي اسمها ادمي اللي هو يعني يضيفني ومش عارف ايه. العبوه دي مش عارفه هي كام جرام بصراحه، 325 جرام او 225 جرام، هي مش باينه، مش واضحه بالظبط. هي عموما يعني صناعه مصري 100% اهي، صناعه مصري 100%. دي عامله 11 جنيه ونص. كمان جبت الصوص بتاع الماجيك ده، ده مش ليا، ده انا هقول لكم هعمل بيه ايه، حاجه كده ان شاء الله هعملها معاكم، بس مش ليا. ده عامل 10 جنيه ونص. ده صوص شوكولاته كده، تقدري تحطيه على ايس كريم، على اي حاجه انت بتاكليها عادي، على كيكه، على اي حاجه بتاكليها قشطه شغاله. جبت التونه بتاعت ماريو، مش فاكره والله هي دي، عموما اعتقد دي المفتته، دي المفتته الواحده كانت عامله 8 جنيه. جبت 2 بس، لان انا عندي 4 قطع، عندي 3 علب ماريو برضو بس قطع خلاص. نيجي للمشروبات، جبت شاي العروسة. انا بصوا في واحد انا جايباه من الخزين والتاني جاي لي مع التموين. بالنسبة للزيت انا ما جبتش، لان انتوا عارفين انا بكمل على فلوس الزيت بتاعت التموين، مش بجيب زيت التموين، بكمل عليها وبجيب الازازة اللي هي الكريستال اللي هي لتر ونص او لترين على حسب ما بلاقيها. والسكر باخد السكر بتاع التموين عادي، بس بجيب كيلو واحد بس سكر الضحى مثلا او حاجة، علشان لو هعمل حلويات او هعمل حاجة يعني مبقاش حلو قوي فيها السكر بتاع التموين. خلاص عندي خل، لان كنت جايبة خل من الشهر اللي قبل اللي فات ولسه متوفر عندي، عندي زبدة فما جبتش، ما احتجتش ان انا اجيب فرن ولا احتاج اي حاجة، ففي كذا حاجة الحمد لله متوفرة عندي. عندي رز فما جبتش غير كيلو واحد، عندي رز بسمتي ما برضه ما جبتش غير كيلو واحد، على عكس كل شهر كنت ممكن اجيب 2 كيلو و3، ففي حاجات كتير اتوفرت معايا الشهر ده. المهم احنا خلصنا الجبن، جبت كمان سكر سويتال. بصوا انا ما بحبش عموما سكر دايت والكلام ده، بس قلت اجرب يعني، انا بحاول اقلل السكر اليومين دول على قد ما اقدر، لانه متبهدله الحمد لله يعني، فبحاول اقلله على قد ما اقدر. فده سويتال، كنت شايفه دودي اللي هي قناه مع دودي بتشكر فيه قوي، فهجربه كده واشوف يعني. اللي مش متذكره سعره لاني كنت جايباه من الصيدليه للاسف يعني. المهم انا عندي نسكافيهات، نسكافيه البلاك اللي انا بجيبه عادي، انتوا عارفين الكلاسيك العادي، بس طبعا انتوا عارفين زوجي ما بيشربش الكلاسيك، فبجيب له انواع من اللي هي النسكافيه ده اللي هو ده الجولد ومش عارف ايه انواع يعني، المهم علينا انواع، هو بيشربه اكتر مني، انا ماليش في الحاجات دي لانه بيبقى فيها لبن كتير. طيب باقي المشروبات، انا جبت نعناع، ولو ان النعناع الفريش اليوم دول حلو جدا، بس انا بحتاجه في كذا حاجه خصوصا في المشروبات الحارقه، حلو جدا جدا. كمان جبت الشاي بتاع ازيس اللي هو الشاي الاخضر، بس انا لسه فاتحاه دلوقتي، كنت عامله كوبايه بعد ما رجعت من بره. بص منتجات ازيس من الحاجات الجميله جدا جدا، هو عموما العلبه عامله 7 جنيه، الشاي الاخضر عامل 8 والنعناع عامل 7. منتجات ازيس عموما من الحاجات الممتازه. نصيحه بقى، بلاش الشاي اللي هو بتاع رويال ريجيم ده، بلاش نصيحه يعني لوجه اللي. كنت جايبه الزيتون ده كان 0.5 كيلو، بس للاسف مش فاكره سعره كان كام، لان ده كنت جايباه من اولاد رجب، فهو عامل زي الكلاماته كده بس ده حاجه تانية، ليه اسم كده بس والله ما متذكره اسمه. فالمهم ده كان 0.5 كيلو، ده زيتون خلاص، طبعا انا هشيله من العلبه دي، بس هيبقى في روتين حاجه تانية لوحده. البسكوت اللي هو بتاع غندور طبعا لا غنى عنه، انتوا عارفين ما بقتش حتى بجيب منه كتير، انا عندي 2 باكت فجبت 4. ممكن اعمل منه تشيز كيك، لولو بتاكل منه احيانا، ما بقاش يعني ليها تقل قوي عليه. الباكت ده عامل 3 جنيه. كمان جبت دايجستيف، ده كان باقي فلوس، الواحد تقريبا عامل 2 جنيه ونص، فجبت 2. جبت البريد واي التوست علشان لولو، ده توست بالحليب بس حلو جدا جدا جدا، طعمه حلو جدا جدا.
هي بتحبوا تاكلوا كده من غير مثلا اي حاجه، ممكن احط عليه مربى او حاجه، بس يعني بيعجبها جدا. وبرده مش بشكل يومي، هو ليه صلاحيه فباباها بيفطر منه وهي بتاكل منه، علشان بس ايه انا بحاول ابعد عنه قدر المستطاع. فلو جيت اكله ممكن احمصه او اعمل بقى معاه جبنه تكون ملح خفيف كده عشان ما ابوظش الدنيا. عموما ده عامل 18 جنيه، ده اللي هو بريد واي، بالنسبه لي احسن من النوع التاني اللي كنت بجيبه. خلاص كان في الفرجاني مكرونه اسمها المصريين، عليها عرض الاربع اكياس عاملين 11 جنيه تقريبا او 10 جنيه، وعليها خصم جنيه اللي هو يعني بتاخدي الاربعه ب 10 جنيه المهم يعني. فجبت اربع اكياس مكرونه اللي هي المرمريه اللي هي الصغيره خالص، جبت اربع اكياس، وجبت كيس حوة. انا كنت جايباها لانها شرايط بس طلعت اسباجيتي عاديه جدا يعني، فما علينا يعني. الكيس ده 400 جرام عامل 4 جنيه وربع. كمان جبت دقيق كريستال، ده علشان عايزه اعمل شويه معجنات كده حلوه يعني، دورت على دقيق اسمر ما لقيتش فقلت مش مشكله انا هتعامل يعني. ده تقريبا كان عامل 7 جنيه، ده كيلو وحلو جدا، انا مجرباه في كيكات ومعجنات وحاجات كتير جدا. جبت الرز بتاع ريحانه شكروا لي فيه قوي قوي قوي، الرز ده عامل 9 جنيه، وطلعت رزيه نظيفه بصراحه يعني، رز حلو جدا. ده اسمه ريحانه، ده كيلو عامل 9 جنيه. طبعا انا عندي رز فما حبيتش اجيب غير كيلو واحد بس يسند معايا باقي الشهر، زي ما انتم سامعين كده بتتخانق. كنت عايزه اعمل كفته فجبت خلطة الكفتة بتاعت ماي واي، بصراحة احسن نوع خلطة جربته هو ده بتاع الكفتة بتاعت ماي واي، ممتاز فوق الممتاز كمان بشوية يعني، جميل جدا. خلاص الكيس ده كان عامل 10 جنيه، وبالمرة دي حاجات دول كانت صاحبتي اللي جايبهم لي، فلقيت عندها البسبوسة دي كنت مجرباها قبل كده برضو حلوة فقلت اجيبها، برضو تقريبا الكيس ده عامل 10 7 حاجة كده يعني. وجبت كيس واحد شعرية الملكة، ما بعملش رز بشعريه كتير بصراحه يعني، الرز البسمتي يمكن بنستهلكه اكتر شويه. لقيت في الفرجاني رز هندي كده ب 22 جنيه عليه عرض، ده اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا دول كيلو صافي عامل 16 جنيه 95 قرش، هو المفروض في العرض ب 22 جنيه وعليه خصم، ده اللي فهمته يعني، بس الرزايه بتاعته حلوه عجبتني. بصوا هتلاقوا ايدي بتتهز شويه، معلش انا اسفه، لولو جنبي فلما بحط الحامل جنبي طق ببص الاقيه وقعته شدته، فسامحوني بقى على الهزه دي. طيب الحمص الشام انا بجيب ربع كيلو بربع كيلو، انا مش بعمله حمص شام، انا بعمله زي في سلطه كده زي سلطه البقوليات، او بعمله زي التغميس، هبعمله معاكم مره قبل كده، ده ربع كيلو عامل 5 جنيه. خلاص. وطبعا الاندومي لا غنى عنها، جوزي مدمن، بس زي ما قلت لكم انا مش بعملها بطريقه الاندومي التقليديه، احنا بنعملها معامله المكرونه العاديه جدا. خلاص فجبت 5، الواحد تقريبا ده الصغير مش متذكره سعره كان كام بالظبط. جبت علبه مرق الدجاج اللي هي ماجي اللي هي الشرايط، بجيبها ممكن تقعد معايا شهرين، فالشهر فات ما كنتش جايبها، جبتها الشهر ده فضل عندي حبه كده، بس قلت مش مشكله اجيب العلبه. العلبه دي عامله 15 جنيه. وكمان جبت 2 بيكنج باودر و2 خميرة اللي هي حلو الشام، دي انا مجرباها وعارفة كويس جدا ان هي ممتازة. كمان جبت اللي هي مرقة الدجاج الباودر دي جوزي بيحبها قوي قوي على الفشار. خلاص وده انا بجيبه علشان المعجنات، ده هو ب3 جنيه تقريبا حاجة زي كده او ب4 جنيه مش متذكرة. اللبن الباودر ما بجيبوش كتير، انا بحبوش عموما يعني، انا بحب اللبن الحليب الطازج احسن منه، فده جبته عشان المعجنات. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت شويه بهارات كانت ناقصاني، كل حاجه بخمسة جنيه عشان بس ما انتهش كتير. ده زعتر بس لسه عايز يتطحن طحنه انعم من دي شويه، وده زر الورد برده بخمسة جنيه، زر الورد من الحاجات الممتازه اللي بتعلي التست في اي حاجه ممكن تحطيها فيها، كبسه لحمه محشي فظيع، ده برده بخمسة جنيه. وجبت كاري برده بخمسة جنيه بس مش عارفه غامق كده ليه، وقلت اجرب السبع بهارات اللي بجيبها من بره على طول بعملها في البيت، فدول برضو حبه كده عاملين 7 جنيه، حبه الصغننين دول. ودي كانت معايا واحده صاحبتي هي اللي وزتني ان انا اجيبها، ده نكهه جبنه للشيبسي، علشان ايه اغير لولو شويه في طعم الشيبسي، فانا ما كنتش حابه والله بخاف من الحاجات دي، بس قلت اجرب فيها انا الاول وبعد كده ابقى اعمل لها هي.
واخر حاجه جبت الخمسة جنيه البندكر عشان عايزه اعمل لكم وصفه حلوه جدا للبشره والشعر منه. خلاص دي كانت المشتريات بتاع الشهر ده. الفيديو بتاع المنظفات هينزل لكم الفيديو اللي جاي او اللي بعده، ممكن اللي بعده يكون روتين ان شاء الله. اشوفكم على الف خير، واسفه جدا على التاخير. السلام عليكم.